السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، شبابنا الجميل، بناتنا، إخواننا، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. يعني شبابيك، يعني ونحن في برنامج شبابيك في خطط لمستقبلك، وإحنا بنحاول نخطط لمستقبلنا يا جماعة، وبنحاول نؤمن إن عدم التخطيط والتخطيط للفشل. إحنا هنخطط النهاردة لأخطر لحظات في حياتنا قبل ما نسيب الدنيا. أخطر لحظات في الدنيا هي آخر لحظات في الدنيا. بنخطط لآخر عمل هنقابل فيه ربنا النهاردة. النهاردة هنخطط للعمل اللي انت هتلقي الله عليه، للعمل اللي هيتختم بصحيفتك بيه، وهو اخر عمل في حياتك واخر عمل في حياتك. خططي لمستقبلك. يعني القضية قضية يا نلحق يا منلحقش يا جماعة. واحنا بنتكلم عن الخواتيم، ما بنتكلمش عن حاجة قدامها 20-30-40 سنة، ممكن تكون حالا، ممكن تكون الليلة. هنموت على ايه؟ هنقابل ربنا على ايه؟ على ماذا سنلقى الله سبحانه وتعالى؟ يعني شاب من الشباب ركب ميكروباص في محطة الميكروباص ومروح رايح لحاله، فلقى الميكروباص جاي والميكروباص زحمة جدا ومفيش فيه، يعني دخل جواه فملقاش فيه غير مكان واحد بس هو اللي فاضي. المكان ده طلع جنب بنت متبرجة جدا، لبسها لبس متبرج جدا، شعرها، الميك اب اللي في وشها، شكلها متبرجه جدا، ومفيش غير المكان ده. فاضطر انه يركب جنبها، ولكن يعني طبعا حوت جامد وزنق نفسه جامد وحوت براسه كده على جنب عشان يعني يبعد نفسه عن هذه الفتاه. وهو في الطريق والميكروباص ماشي، قلبه اتحرك. طب ما حرام، طب ما هي مسلمه، طب ما تقول لها كلمتين عن ربنا، طب انت تعرف، هو انت اصلا اللي بتهدي الناس؟ ربنا اللي بيهدي الناس. قول لها كلمتين برفق وبرحمه ومن غير ما حد في الميكروباص يحس، قول لها كلمتين يعني لطيفتين كده لعل ربنا يفتح قلبها. الله قادر. هي كلام الدعوه ده بذور، وربنا حينما يشاء، يعني الله هو الذي ينميها هو الذي يتعهدها. فلا يا اختي باسلوب هادي كده وباسلوب رقيق، يا اختي يعني اللبس اللي انت لابسه ده ما يرضيش ربنا سبحانه تعالى. يعني لو رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت جه وركب معانا الميكروباص ونظر للبس بتاعك، هتبقي فرحانه بلبسك ولا زعلانه منه؟ لو انت قابلت النبي عليه الصلاه والسلام باللبس ده على حوض النبي عليه الصلاه والسلام، هتبقي مكسوفه ولا هيبقى النبي فرحان بيكي ولا هيبقى النبي زعلان منك؟ لما تدخلي تعرضي على الله، تحبي تعرضي باللبس ده كده ولا تعرضي بلبس امهات المؤمنين؟ بدا يتكلم وهو متوقع ان يا اما هي هترد رد ايجابي يا اما هتسكت ومش هترد عليه وخلاص. البنت صدمته وبدات ترد رد، يعني في سخريه منه وفي تريقه عليه وفي تجرؤ عليه. قالت له انت عايز تقول ان اللبس اللي انا لابسه ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى؟ عايز تقول ان اللبس اللي انا لابسه ده يغضب ربنا؟ طيب. وقامت مطلعه من جيب البنطلون الموبايل بتاعها وقالت له خد الموبايل بتاعي كلم لي ربنا، اتصل على ربنا، استغفر الله العظيم واتوب اليه، وخلي ربنا اللي يقول لي بقى اللبس اللي انا لابسه ده يغضبه ولا ما يغضبوش، يرضيه ولا ما يرضوش. كلام يعني يفزع القلب، يرجف القلب في اللحظه دي. سواء الميكروباص قال الاجره يا جماعه، يعني لموا من بعض الاجره زي ما دايما بيحصل في الميكروباصات. فبدات الناس تلم الاجره وراحت الاجره للسواق فبيعدها، قال ناقص واحد. مين الواحد اللي ما دفعش الاجره؟ فهو عارف ان اللي جنبه ما مدتش ايدها لحد تدفع الاجره، فقال لهم اللي جنبي ما دفعتش الاجره، لو سمحت يا ابله، يا استاذه، يا مدام، يا مدموزيل، الاجره فين؟ ما بتردش. يا استاذه ما بتردش. بيشوفوا مالها؟ لو ماتت، لقوها في اللحظة ده ماتت، ربنا قبض روحها. يعني تخيلوا يا جماعة ان اخر عمل ممكن يعرض عليكي هو يبقى اخر عمل في حياتك اصلا. ان تخيل ان المعصية اللي بتعرض عليك دي ممكن تبقى اخر فرصة في حياتك انك انت تقول لا المعصية ربنا، او انك انت تستجيب. احيانا الانسان بيبقى مش مقدر خطورة العمل اللي تعرض عليه. دي قالت لا، قالت لا لحجاب امهات المؤمنين، وقالت لا ربنا في اخر لحظات في حياتها، وهي مش مدركة ان دي اللحظات اللي هي هتموت بعدها. ياما بنات لبست الحجاب قبل ما تموت بلحظات، ياما ناس اسلمت وقالت لا اله الا الله على النت، على الانترنت او على الفيسبوك قبل ما تموت بساعات، وماتت وهي قاعدة قدام النت ومحدش عارف ان هم كانوا على غير الاسلام واسلموا غير اللي هم اتكلموا معاهم. ياما ناس مصيرها اتغير في اخر لحظات، ياما ناس والعياذ بالله خسرت دينها في اخر لحظات قبل ما تموت. يعني ياما ناس وقعت في الزنا قبل ما تموت، ياما ناس شربت مخدرات قبل ما تموت. يبقى القضيه قضيه ان احنا نخطط للخاتمه بتاعتنا، نخطط للخاتمه. لا انسى احد اخواني
وهو يعني طبيب في مستشفى الطوارئ. فقال لي يعني كان مرة يعني في الطوارئ بيقول طبعا لما بتيجي حادثة في مستشفى الطوارئ من بره صوت عربيه الاسعاف، صوت البيبان وهي بتترزع، صوت العرب الناس المصابه وهي داخله على الشيزلوجات الشيزلونج بتاع كل واحد، وكله بيجري في كل مكان والمستشفى بتتقلب. فبيقول انا قبل ما اسمع قلبه المستشفى انا شميت ريحه برفان، يعني انا شامم ريحه جديده قبل ما اسمع اصلا القلبه. ودخلت حادثه، وكانت الحادثه يعني فيها بنت شابه غير محجبة اصلا، يعني البنت. فبيقول المنظر بتاع اللبس الضيق جدا عليها، على الدم اللي بقى مالي جسمها، على الدم اللي اختلط بالمكياج، على البرفان اللي ريحة البرفان دخلت مع ريحة الدم. يعني بيقول انا منظر البنت قطع لي قلبي، وهي طبعا خلاص في غيبوبة بتموت، يعني خلاص يعني في انفاسها الاخيرة. فبيقول انا كل همي ان البنت دي كانت تقول لا اله الا الله قبل ما تموت، انها تنطق الشهادة قبل ما تموت. فصديقي ده بيحكي لي، فبيقول لي جرينا بيها على اوضه الافاقه، واوضه الافاقه دي ربنا يحفظنا ويعافينا، اوضه الافاقه دي بتاعت الالبوم بيقف، فيعني يقعدوا ياخدوا حقن في القلب، ياخدوا صدمات كهربائيه على القلب. اللي يشوف عيان قلبه وقف والدكاتره والممرضات واقفين عليه بيحس ان هو مجهود قاتل، يعني ممكن الدكتور نفسه هو اللي يموت فيها من الاجهاد وهو بيحاول ينقذ هذا المريض. فبيقول دخلت وكل املي انها تصحى ولو دقيقه تقول لا اله الا الله وتموت تاني. فبيقول فخدتها يعني خدناها وجرينا وبدأنا نعمل كل ما نستطيع ان يعمل من اجل ان هذه الفتاة تقدر تفوق وتقول لا اله الا الله. يعني بيقول بعد مجهود رهيب بدأ القلب يستجيب وبدأت البنت قلبها يستجيب للنبض. بيقول فقمنا على طول طالعين نجري بيها عشان نطلع في العناية المركزة، نحطها على الفنتليتور، نحطها على جهاز التنفس الصناعي عشان يعني لما تفوق تقول لا اله الا الله. بيقول كل ده وقلبه مليان امل. بيقول بنجري بيها بسرعة اترن البنت كان عندها شرخ في الجمجمة كبير. بيقول انا فوجئت ان يعني ربنا يحفظنا يا رب ان مخ الفتاة قدامي على الشيزلونج. يعني اللي بيقول كده لواحد صديقي وفي المستشفى ودي الحالة اللي كان بيتعامل معها. بيقول فوجئت ان مخ الفتاة قدامي على الشيزلونج. طبعا الكل اتشغل في نبض القلب اللي توقف ومحدش خد باله ان الجمجمة بهذا المنظر، وماتت الفتاة وماتت يعني ايه، ولم يسمع احد ان هي قالت كلمه لا اله الا الله، وماتت على هذا اللبس وقابلت ربنا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كل امرئ يبعث على ما مات عليه، فيما روى عن النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما الناس بتبعث حفاه وراء. لا يا جماعه، ده هو في ناس يعني كل واحد بيبعث على ما مات عليه من العمل، في ناس عملها السيء في لبسها اصلا. يعني البنت المتبرجه ديت عملها السيء في لبسها، فدي اكبر مصيبه انها تبعث باللبس اللي ماتت بيه. يعني تخيلوا ديت لما تبعث باللبس اللي ماتت بيه، النبي هياخدها على الحوض يوم القيامه، الملائكه هتامنها يوم القيامه، هتقف باللبس ده في ظل عرش الله، اللبس ده هتعدي بيه من على الصراط، اللبس ده هتدخل تعرض بيه على الله ازاي سبحانه وتعالى. قضيه ان احنا نخطط يا اخوانا. القضيه مش قضيه وقت الله يعين الله، القضيه قضيه يا رب انا من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث علي. انا لازم من الوقت افكر اخر دقايق في حياتي دول المحصلة بتاعت معادلة حياتي كلها. فانا لو انا عايش على قيام الليل هموت على ايه؟ يعني اخواتنا اللي ماتوا هما سجدات، اخواتنا اللي ماتوا هما مسكين المصحف وبقراء القرآن، الاخواننا اللي ماتوا هما سجدين، ده كل دول ناس احنا نعرفهم وناس حوالينا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يعني اللي ماشي في الطريق ده كل حياته ربنا يعني هيختم ليه بايه غير الخاتمه الحسنه. يعني خطط المستقبلك. احنا جبنا دلوقتي يعني قصه اتنين ماتوا على التبرج، اتنين ماتوا على غير حجاب امهات المؤمنين، اتنين لقوا الله سبحانه وتعالى بصوره لا تتمنى واحده ابدا انها تقابل ربنا كده. يعني كان في عروسه ليله الزفاف بتاعها، وليله الزفاف ديت البنات بيسموها ليله العمر، يعني دي الليله بقى اللي هي بتفرح بيها وبتفضل عايشه طول عمرها عبرها على ذكرياتها، وممكن باباها او عارسها يكلف لها الليله ديت نص مليون جنيه عشان الليله دي اللي هتفضل صورها يعني طول حياتها بقى تفضل تفتكرها. فالبنت ليله الفرح بعد ما عملت شعرها وبعد ما جهزت نفسها تماما، المغرب جدا، اصلي المغرب يا بنتي، اصلي المغرب ازاي؟ المكياج اللي على وشك يا بنتي، هي يعني ان الله غفور رحيم ما جاتش الصلاه على الليله ديت، انا لازم اصلي المغرب. طب انت دلوقتي، طب شعرك، طب هتتوضي ازاي، طب هتعملي ايه؟ اصلي المغرب. صممت انها تصلي المغرب، صلت المغرب وجلست في مكانها، وكانت اخر لحظات في حياتها. يعني ايه اخر لحظات في حياتها؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني ماتت، يعني ما انا عارف انها ماتت، يعني ماتت ازاي؟ يعني ماتت،
يعني انا كان ليه اعصابي يعني ربنا الله يرحمه كان بطل يعني لما كنت اشوفه ماشي كده بادي بيلد حاجه يعني وكان بطل من الابطال في العاب القوه وفي الحاجات دي يعني مره فجاه كده يعني راح بيته صلى الفجر قعد على سجاده الصلاه مات. فانا بقول لهم ماتوا ازاي؟ قالوا لي مات. يعني يا جماعه مات ازاي يعني؟ يعني واحد على سجاده الصلاه مات. طب ايه المرض اللي جواه اللي يخليه يموت؟ مات يا اخي. يعني هو في ممكن واحد يموت من غير سبب؟ اخوانا موت الفجأة ده بقى كتير جدا. ممكن واحد نازل بيته قبل ما يرجع بيته ما يرجعش بيته ثاني اصلا خالص. كان في واحده قريبتنا يعني بتكلم يعني واحده برضو في العيله فبتقول لها ان شاء الله يوم السبت هنعمل كذا ومش عارف ايه وقاعدين تقرر وقاعده تدي الخطه بتاعتها. فالتانيه روحت لقت التليفون الحقيقه فلانه ماتت. يعني طب ماتت ازاي؟ ماتت اخوانا. هي القضيه يعني احد اخواني ويعني كان التاني على الدفعه عندنا يعني كان رايح يزور خطيبته في بلد ساحليه جنبنا وراجع جات عربيه نقل وصل مستشفى الطوارئ نصفين الله يرحمه. مات. يعني ايه مات؟ يعني مات اخوانا. يعني مفيش حاجه اسمها اسباب. عروسه في ليله الفرح في ليله العمر ماتت وقبلت ربنا سبحانه وتعالى. في حين ان احد اخواني يعني دي قبلت ربنا على ايه؟ سبحان الله. لعل قبضت بهذا الزي، لعل دي هتزف في السماء ليلتها، لعل ده يبقى اعظم فرح في حياتها في هذه الليله وفي هذه اللحظه. الـ يعني احد اخواني وهو ساكن جنبنا هنا بيقول لي كان قاعد في البيت بتاعه سمع صوت صراخ رهيب والدنيا اتقلبت ويعني صوت صراخ بفزع شديد جدا. وده ساكن قدام اكبر منطقه فيها نوادي افراح عندنا في المنصوره، يعني فيها حوالي يعني مش عارف كم فرح كم صاله بس حوالي 30 صاله كده، يعني حاجه كبيره جدا بقطاعها كده. فبيقول فسمع الصراخ فنزل يجري والناس نزلت تجري تشوف في ايه. بيقول لقيت عروسه وهي في لبس السواري بتاعها فستان الابيض بتاعها وعريسها واقف يسقف لها وهي واقفه ترقص ووحده التصوير قاعده تصور فيها والبنات كلهم طبعا بالسواري حواليها والشباب قاعدين والمنظر يعني اخر انسجام يعني وهي بترقص وقت ماتت. فالناس من الذهول الناس واقفه تصرخ مش قادره تتخيل ان واحده في الموقف ده وتقع تموت. سبحان الله العظيم ماتت يا جماعه. فصاحبي بيقول لي صوت الصراخ اللي كان خارج من الستات اللي واقفين ومن الناس اللي واقفين حاجه يعني حاجه صعبه جدا. ولكن سبحان الله العظيم ادي عروسه ماتت يوم فرحها وادي عروسه ماتت يوم فرحها. ادي عروسه ماتت وقابلت ربنا بلبس الفرح فستان الفرح وادي عروسه ماتت وقابلت ربنا بفستان الفرح. ولكن شتان ما بين الصوره دي وما بين الصوره دي، شتان ما بين الخاتمه دي والخاتمه دي، شتان ما بين النهايه دي والنهايه دي. خططي لمستقبلك، خططي. يعني يمكن الخواتيم اللي احنا قلناها اللي فاتت دي كلها تتعلق بالمراه وخواتيم النساء سواء الخواتيم الحسنه او الخواتيم خواتيم السوء والعياذ بالله. يعني موضوع كبير جدا. ولكن احنا عايزين يعني ليله 27 رمضان اثنين ماتوا، ليله 27 رمضان في اثنين ماتوا. واحد مات في جرعه مخدرات زايده، هو بياخد جرعه مخدرات زايده مات عادي. ازاي يعني مات؟ يعني هو بتاع المخدرات كده ربنا يحفظنا. اول مره بياخد المخدرات بيدخل بقى في نشوه فبيدخل في حاجه طبيه بيسموها كريفنج بقى، مشتاق للمخدرات مشتاق للذه الاولانيه بتاعت اول مره. فيجي ياخد الجرعه تاني مره او عشر مره فيلاقي نفسه ما عادش حاسس بالاحساس الاولاني. ليه؟ جسمه بيتعود عليها. فيبدا يزود الجرعه عشان يجيب لذه اول مره، فبعد برضه خمس ست مرات يتعود على الجرعه الاعلى فيبدا يزود الجرعه فيفضل يزود لحد ما مره ياخد جرعه يموت منها، جسمه ما يقدرش يستحملها، لا مخه ومراكز مخه ولا قلبه ولا الدوره الدمويه بتاعته تقدر تستحملها، يوم ميت والعياذ بالله. فده مات وبيشرب مخدرات. يعني احد اخواني بيقول جه شاب معاهم في العشر الاواخر من رمضان ودخل الاعتكاف واعتكف معاهم. هو جوه الاعتكاف جاله تليفون من اصحابه بقى تعالى وهنشرب مخدرات وهنعمل. طبعا يعني صاحبي اللي بيكلمني الكلام ده هو ما يعرفش، بس الشاب فجاه غاب من المعتكف. على اخر الليل اتصلوا بيهم تعالوا خدوا صاحبكم. في ايه؟ صاحبكم مات فجاه. بيقول واحنا جايين نغسله كله نسى يشيل الابره بتاعه المخدرات اللي كانت غرزة في جسمه، فكانت حقنه المخدرات غرزة في جسمه فبيقول شلناها عشان نغسله. يعني مات وهو بيشرب مخدرات كان في الاعتكاف. يعني انا بقول لكم يا جماعه اللحظات الاخيره في حياه كثير من الناس بتبقى دراما دراما انقلابات. ممكن انسان ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يرى للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. يعني في ناس والعياذ بالله بيختم بها بخواتيم سوء والعياذ بالله. بعد ما كانت ماشيه في عشان كده النبي قال فيما يرى للناس. العلماء قال لك يعني فيما يرى للناس، قال لك الراجل ده يا اما كان مرائي فهو بينه وبين نفسه وحش في السر وقدام ناس حلو. في علماء تانيين قالوا لا،
قالوا الراجل ده كان همته ضعيفة، ما يعرفش يبقى كويس غير وسط الناس، ما يعرفش يبقى كويس غير وسط الناس، اول ما يبقى لوحده تنهار مقاومته ويقع في مصايب. فده والعياذ بالله اللي كانت حياته سطر وسطر سطر وسطر، مش قادر ان هو يظبط حياته على طاعة ربنا. قال لك ان ده بقى المصيبة، ان ممكن ساعة ما يموت تيجي على السطر بتاع المعصية. ما هو زي اللي بيصلي شهر ويقطع شهر، شهر ويقطع شهر. انت تضمن منين ان انت لما تموت هتموت في الشهر بتاع الصلاة مش هتموت في الشهر التاني؟ دي مشكلة ان انسان ما هوش مدرك ان لحظة الموت اللي هي اخطر لحظة في حياته دي محصلة الحياة بتاعته. ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون فيما يرى للناس، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار، يسبق عليه حال السر بتاعه، لانه ده في السر كان وحش، في العلن كان حلو، فيغلب عليه حال السر فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. وان العبد لا يعمل بعمل اهل النار فيما يرى للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. يبقى ده برضه انسان كان في قلبه خير. سبحان الله العظيم، ربنا يديله فرصه انه في اخر لحظه في حياته زي البنت المتبرجه اللي دخلت الجامع عشان يعني امر من امورها، يعني قابلتها واحده والتانيه كان معاها لبس اصلا حجاب، قالت لها طب لو لبست الحجاب ده، طب لو انت الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى عنك اكتر لما تلبسها. البنت قلبها اتأثر فقامت مخليها لبساء ومصليه، فيعني ممكن هي كانت داخله المسجد اصلا يعني داخله الحمام داخله حاجه مصليه، فقالت لها انت هتقلعيها؟ قالت لها والله ما انا قلعها تاني، انا بعد ما لبسته لا يمكن هقلعه تاني. البنت خرجت من الجامع يعني سبحان الله العظيم يعني صدمتها سيارة ماتت. كان احد اخواني اصحابي الشباب زمان يعني واحنا في يعني، فكان يعني لما تعرفت عليه كان محطم نفسيا. ليه؟ البنت اللي بيحبها، خطيبته اللي بيحبها واللي عايش حياته مستنياها، جاية تعدي الشارع في اسكندرية عربية خبطتها ماتت. كل حاجة ممكن تحصل، فدي في اخر لحظة في حياتها تعمل بعمل اهل النار، تعمل بعمل التبرج، تعمل بالعمل اللي النبي عليه الصلاه والسلام يعني شوفوا قال عليه ايه، حتى ما يكون بينها وبين الموت الا ذراع، تعمل بعمل اهل الجنه فتدخلها. يبقى حديث خطير قوي، وحديث محتاج عبره جامده قوي، وحديث بيقول لك خطط لموتك، وحديث بيقول لك خطط لموتك. ان اللي بيمشي على سطر وسطر ده بيعلق اخطر لحظات حياته لحاجه هو ما يقدرش يحسبها نهائي. اللي عايش حياته سطر ده على الصراط هيبقى سطر وسطر، ده في كل حاجه في حياته سطر وسطر. فتخيلوا ان الانسان اللي سايب حياته كده ده ممكن تبقى نهايته شكلها ايه، ممكن تبقى نهايته خطيره وهو لا يتصور وهو لا يتخيل هذا. عشان كده البنت اللي احنا قلناها في الاول اللي بيقول لها بيكلمنا عن التوبه قالت له خد الموبايل وكلم ربنا، البنت دي ما كانتش تتخيل ان دي اخر فرصه ليها للتوبه، ان ده اخر مره هيتعرض عليها عمل صالح، ان دي اخر فرصة مفتوحة ليها انها تتوب حتى لو هتقول كلمة، حتى لو هتقول كلمة طيبة. فيعني سبحان الله ليه 27 اتنين ماتوا؟ ليه 27 رمضان؟ واحد مات بيشرب مخدرات، يعني بيشرب مخدرات مات في اوفر دوز. التاني مات سافر يعمل عمرة، راح يقضي العشر الاواخر في الـ يعني واحد بيقضي الايام الاخيره في رمضان في الحرم المدني جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيصلي صلاه التهجد ورا امام الحرم، الامام نزل يسجد، الراجل نزل سجد معاهم، الناس كلها قامت وده لسه ساجد، الناس خلصت الصلاه وده لسه ساجد، بيهزوه بعد الصلاه لقوه مات. مات ساجد في ليلة 27 رمضان في المسجد النبوي في صلاة التهجد، وده مات وبيشرب مخدرات. يعني بتاع المخدرات ده قابل ربنا منتحر، ده مقابل ربنا منتحر. منتحر ليه؟ لان هو اللي واخد بايديه، ما هو اللي قاعد يبلبع بايديه عشان يوصل للذة فقتل نفسه. والتاني هيقابل ربنا ازاي؟ هيقابل ربنا وساجد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فده مات في نفس الوقت وده مات في نفس الوقت، ولكن شتان ما بين الاثنين. دي ماتت ليله فرحها ودي ماتت ليله فرحها، ولكن شتان ما بين العروستين. دي في اخر لحظه من عمرها اتعرض عليها الحجاب، ودي في اخر لحظه من عمرها اتعرض عليها الحجاب. دي رفضت وسخرت ودي لبسته، ودي كانت اخر لحظه في عمرها ودي كانت اخر لحظه في عمرها. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عشان كده دايما بنقول للشباب لما بننزل جولات في الشارع نقول لهم ممكن يكون الكلمتين اللي بقولهم لك دول هم اخر رساله ليك في حياتك، ممكن تكون دي اخر حاجه انت تسمعها من ربنا سبحانه وتعالى. تضمن منين؟ اي انسان مننا يضمن منين؟ يعني السيده اللي ما كانتش بتصلي وهي بتموت، فاولادها بيقولوا لها قولي لا اله الا الله، واحد من اولادها قالت له يعني قالت له الكلمه دي اتقل على قلبي من الجبل،
يعني متخيلين يا جماعة ان واحدة يعني ما هي طول عمرها صلي صلاة تقيلة على قلبي تقيلة, فهي جت وهي بتموت التقل ده كله طلع على قلبها بقى, ما قدرتش انها تقول لا اله الا الله. انا الكلمة دي اتقل على قلبي من الجبل ولا عياذ بالله. واحد وهم شاب ما بيصليش وهم بيقولوا له قول لا اله الا الله عند الموت, يعني ولا عياذ بالله ولا عياذ بالله, سب بالدين للي بيقول له, يعني شتم بالدين للي بيقول له هذه الكلمه. ليه ختم ليه ده سبب الدين ده كفر, يعني ختم له بالكفر والعياذ بالله, وقطع بينه وبين ربنا طول حياته. والعلماء بيقولوا ترك الصلاه كفر وهو مستهتر, فمات على كفر واضح في اخر لحظه في حياته والعياذ بالله. اللي وهو بيموت بيقولوا له قول لا اله الا الله, قال لهم اعمل بها ايه وانا عمري ما سجدت ولا سجده واحده. مصيبه اللي بيعيش على المعصيه مش انه هو لما بيجي يموت بيموت على المعصية بس, مصيبة اللي بيعيش على المعصية انه لما بيجي يموت بيبقى يئس من رحمة ربنا. انه لما لان الموت ده يا جماعة, انا يوم ما التزمت وانا لسه في سنة اولى كلية, انا كان ده اكبر دافع لالتزامي كان اخر 5 دقايق في حياتي قبل ما اموت. ده كان اكبر دافع. ليه؟ انا تشاب وفي الجامعة والدنيا مفتوحة قدامك ولسه بصحتك ولو عايز تعمل اي حاجة تعملها وي 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 وي. فقعدت اقول طب وبعدين, طب لو انا عشت حياتي دي بالطول والعرض, طب لو انا استمتعت بكل متعة في الحياة, خوفي من الندم اللي انا هندمه على فراش الموت في اخر دقايق في حياتي وانا شريط حياتي كله بيتعرض قدامي وعارف ان خلاص فرصتي الوحيدة ضاعت وعمري الوحيد فرطت فيه والنفس الوحيدة اللي ربنا اداها لي عشان استرضي بيها غضبت بيها وانا القهره بتاعت الندم ساعتها. تخيلي لكميه الندم اللي ممكن. عشان كده يمكن الواحد بيركز دايما في الدروس بتاعته على فكره عشان ما تندميش, عشان ما تندمش, خاف انك انت تندم, لان ده الاحساس اللي غير حياتي في يوم من الايام. خاف انك انت تندم, خاف انك تندمي. فاللي بيقول اقولها ليه, قول لا اله الا الله, فبيقول اقولها ليه وانا عمري ما سجدت له ورا سجده واحده. دي نفسيه انسان يا جماعه يئس من رحمه ربنا. يعني ده مصيبته مش انه مات على ترك الصلاه, ده مصيبته انه مات على الياس من رحمه الله. وربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي والعياذ بالله, ان خيرا فخير وان شرا فشر, هتظن بربنا فليظن عبدي بما شاء. فده مات على انه ربنا مش هيرحمه, وان حتى كلمه لا اله الا الله ربنا مش هيرحمه بيها والعياذ بالله. فشوفوا مات على ايه. يبقى مصيبه اللي عاش على المعصيه ومن الاسباب اللي بتؤدي الى سوء الخاتمه في النهايه ان هو بييأس من رحمه الله والعياذ بالله. الشاب اللي يعني سبحان الله يعني الحمد لله يعني شاب صغير يعني لسه يعني لسه في العمر بقى ولسه مقرب من العشرينات, وواحد بيقول له صلي يا ابني, قال له صلي ليه, قال له حرام, وكان بيصلي معانا سبحان الله العظيم. يعني مش ما كانش بيصلي, ده كان بيصلي وكان ماشي في طريق الدين وكان ماشي في طريق الهداية, ولكن طلعت حاجة في دماغه, اصلي الوقت ليه انا لسه صغير اعيش حياتي واتمتع بشبابي. فبيقول لصاحبنا لما ابقى اكبر ابقى اصلي, لما ابقى قدك ابقى اصلي. هو انت وانت قد كنت بتصلي ما تضحكش عليا بقى, تضحكش عليا الكلام ده سبحان الله العظيم. يعني انا لسه سامعه وبعد كده ولسه الواحد بقى بيسمعه ولسه الواحد بيعرفه. بعد كده الشاب مات قبل 24 ساعة كان الناس بتصلي عليه الفجر. هو يا جماعة مات ازاي؟ ده فلان, هو فلان اللي قال الكلمة دي هو اللي مات. يعني اللي قال الكلمة دي هو بيقولها, هو وهو بيقول اعيش شبابي ولما اكبر ابقى اصلي. هو مش عارف ان 24 ساعة وينزل تحت التراب, 24 ساعة وصحيفته هتتقفل, 24 ساعة واللي هو كان بيكلمه بيقوله الكلمة ده يصلي عليه صلاة الجنازة, 24 ساعة وخلاص ما عادش راجع الدنيا دي تاني ويتحاسب بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى على ترك الصلاة, 24 ساعة وما عادش لا يبقى عنده شباب ولا عنده دنيا ولا عنده اي حاجة. قضية كبيرة قوي, قضية خطيرة قوي ان احنا يعني ننسى اخر دقايق قبل ما نموت, ان احنا ننسى العمل اللي هنقابل عليه ربنا سبحانه وتعالى, العمل اللي هيختم لينا بيه من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه يعني انا بعتبر الخاتمه دي وسام شرف يا جماعه, وسام شرف. يعني انتوا عارفين اللي بيمشي مخالف على طريق سريع وعربيه المرور تمسكه بيسلم الرخصه في ثانيه. ليه؟ لانه ضبط متلبس. اللي مات على معصيه ده ضبط متلبس, اللي مات على حاجه تغضب الله ده ضبط متلبس. دايما الاحظ ان اللي بيزنوا والعياذ بالله بيموتوا في الزنا, يعني بيموتوا يعني بلاحظ ان خواتيم الزنا بالذات بتبقى بالمنظر ده. احد الشباب واقف معاه, فيعني انا كنت سمعت عن حادثه مروعه, شاب وفتاه في عربيه في محافظه جنبنا, ماتوا هما الاثنين وهما في وضع زنا, فتحوا التكييف وقفلوا,
ماتوا هما الاثنين الله يرحمهم الله يغفر لهم. فالشاب انا واقف معاه قال لي دي العربية اللي حصل فيها الحادثة الفلانية. قلت له ازاي؟ قال لي ده عربيتي صاحبي استلفها مني وما اعرفش اعمل بها ايه. وبعد كده فوجئت ان هو مات فيها. فوجئت ان هو يعني عمل فيها ما فعل ومات على هذا الامر. يعني سبحان الله العظيم احد اخواني بيسأل سائق يعني سائق يعني سائق عربية وهو معاه فبيقول له قل لي اعجب حاجة قابلتها في حياتك ايه. يعني دي صاحب اللي حكيها لي مباشرة. فبيقول لي بقول للسائق قل لي اعجب حاجة قابلتها اعجب منظر قابلته في حياتك ايه. فقال له كنت مرة مسافر على الطريق لقيت تريلا طلعت على كذا عربية فرمتها. فيعني الراجل ده شاهد عيان فبيقول طلعت على كذا عربية فرمتها. بيقول اخر عربية وقفت عليها العربية ركبت عليها كده اهوت كانت عربية متغطية اصلا. فبيقول طبعا الكل مشغول بالعربيات المكشوفة والكل وبعد كده عايزين بقى ايه يشيلوا التريلا من على العربية اللي هي فوقها. موقف صعب جدا ولقوا في دم نازل بالعربية بعد الاجراءات المهولة طبعا اللي بيشوف عربية نقل عملت حادثة على الطريق بيكشفوا غطى العربية لقوا واحد وواحدة كانوا في وضع زنا جوه العربية واحد واحدة. لان الوقت بقوا بيخترعوا طرق غريبة فعلا ممكن يغطوا العربية من بره لان بدأ في ناس يعني تاخد بالها من استنكار هذا الوضع. فبدأ اللي بيفعل هذه الافعال الوقت يعني ايه ما عادش بقى بيفهم الازاز ممكن يعمل حاجات غريبة زي تغطية العربية. فلقوا واحد وواحدة بيزنوا يعني شاب وفتاة ولكن في بلد افريقية جنبنا وهم بيزنوا في كوخ من الاكواخ يعني ال- 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 والمطر نازل صاعقة من السماء ضربت الكوخ بتاعتهم ماتوا محروقين هما الاثنين. الممثل اللي القصة بتاعته مشهورة جدا اللي اتفق مع فتاة على الزنا ومات وبيزني وقعد 5 ايام لحد ما جثته تعفنت واكتشفوه بعد 5 ايام وهو عاري وفاضع الزنا. يعني دايما احس ان بتاع الزنا بالذات لما بيستمر بيه لازم ربنا يفضحه لازم ربنا يفضحه ولازم يموت في وضع يبقى فضيحة بالنسبة له. ولا يعوذ بالله قضية الخواتيم يا جماعة قضية اصلي لما اكبر قضية هتوب بس يعني مش الوقتي قضية ادعيلي ربنا يهديني. والله يا جماعة الفرصة ما هي طويلة للدرجة دي يا نلحق يا ما نلحقش يا نلحق يا ما نلحقش. النهاردة اتكلمنا عن خطتي لحسن الخاتمة خطط لاخر دقيقة قبل موتك. من عاش على شيء مات عليه اللي عاش على طاعة هيموت على طاعة. لما كنت مع اخواني في تبليغ الدعوة في بنجلاديش يعني لاحظت حتة حسن الخاتمة دي دايما يعني لاحظتها بصورة غريبة يعني ان كل قصص اللي بيموتوا حوالينا بيموتوا على حسن خاتمة. ويعني كان في شاب كان شاب هناك الشاب ده ابن احد اخواني الشاب ده هناك فيعني هو بيتكلم فبيقول انا نفسي ان انا سمع القصة بتاعت اللي هو قال للنبي يا رسول الله انما تبعتك على ان اضرب بسهمنا هنا فاموت فادخل الجنة. انا رسول الله تبعتك عشان كده. فالنبي قال اصدق الله يصدقك وفعلا السهم جاله بيه والنبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله فصدق. فالشاب قرأ الحديث ده وتأثر بيه جدا 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 وقال يا رب ارزقني الموتى دي يا رب. الشاب ده تاني يوم وهو في ارض الاجتماع ارض الاجتماع هناك في بنجلاديش ارض كبيرة جدا جدا تاني يوم واقف مع اخوانه وبيتكلم معاهم وجاي عربية فيها حديد من وراه مش واخد باله وهو مسافر عشان يدعو الى الله او عشان يتحرك في الدعوة. سبحان الله تاني يوم الحديث ده مقراه وعلق ودعا ربنا ان هو يموت الموتى دي سبحان الله. فواحد بيكلمه فبيرد عليه وبيلف رقبته كده اهوت ام جاي حديد في نفس المنطقة دي مات ودفن هناك ودفن في نفس هذا المكان. سبحان الله العظيم انت ممكن تفكر يعني هي موتة يا جماعة الموتة دي كان هيموتها هنا هيموتها هناك. انما ان الموتة دي يطلبها من ربنا ويموتها وهو خارج في الدعوة الى الله وهو برا بلده على بعد 12 ساعة طيارة بينه وبين بلده ويموت هذه الموتة ويدفن في الغربة. يعني ممكن الانسان الله قادر انه يرزقنا خاتمة فوق ما نتخيل. الله قادر انه يديكي وسام شرف تقبليه بيه بالخاتمة بتاعتك. الله قادر انك انت تموتي على احسن خاتمة ان انت تقابل ربنا على اسعد نهاية. حرام بن ملحان كان بيرقص وهو بيموت وبيقول فزت ليه لانه مات موتة مؤمن. قال ياسين اتقتل وهو بيتكلم عن ربنا وحرام بن ملحان اتقتل وهو بيتكلم عن ربنا. خواتيم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان شكلها ايه؟ خواتيم الصحابة كلها كانت شكلها ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات وبيدعو الى الله. الانبياء ماتوا وما بيتكلموا عن ربنا زي سيدنا يعقوب في سورة البقرة. يبقى اللي هيعيش على الدعوة الى الله يموت على الدعوة الى الله. اللي هيعيش على العبادة هيموت على العبادة. اللي هيعيش على الثقة واليقين في الله يموت على الثقة واليقين في الله. واللي هيعيش على المعصية هيموت على المعصية. واللي هيعيش نافر عن الله هيموت خلاص نافر عن الله سبحانه وتعالى. في حادثة واحدة على الطريق احد اخواني والاثنين بيموتوا واحد قال لا اله الا الله والتاني ما نطقهاش وفضل يعني يصرخ ويجأر وهو بيموت ويتكلم وينادي
وبيموت ومات ولم ينطقها, والتاني بكل سلاسة نطق كلمة لا إله إلا الله, والاتنين راكبين في عربية واحدة, والاتنين مسافرين على طريق واحد, والاتنين في حادثة واحدة. يعني حينما يأتينا الموت, يا ترى يا جماعة استعدنا للحظة دي ولا ما استعدلناش؟ يا ترى استعدنا لحسن الخاتمة؟ يا ترى خططتي هتقابلي ربنا على ايه؟ يا ترى خططت على العمل اللي انت هتقابل ربنا عليه؟ من عاش على شيء مات عليه. عايزة تموت على ذكر الله, عيش على ذكر الله. عايزة تموت على لا اله الا الله, عيش حياتك كلها على لا اله الا الله. عايزة تموتي وانت ساجدة, طولي في السجود. عايزة تموتي وانت صايمة, ثبتي اوراد الصيام في حياتك كل اثنين وخميس. عايزة تموتي, عايزة تموتي على ايه؟ اللي انت عايزة تموتي عليه بعد 20 30 40 10 بعد اي عدد من السنين, عيش عليه الوقتي, عيش عليه الوقتي. ولو انت عشت عليه وثبتت عليه هتقابل ربنا سبحانه وتعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة, اللهم أحسن خاتمتنا, اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين, واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا, اللهم لا تستبدلنا, اللهم لا تستبدل بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وجزاكم الله خير.